بقول لي خلي بالك افضل تنطط كده والعب لغايه الحلقه ما تفوتك وما تطلعش الديك. هو عايز يفرح فيا. هو عايز يفرح فيا. طب عندي شويه سلطه برغل بقى. عندي سلطه برغل. عندي برغل وبصل وطماطم وقرفه ناعمه وبقدونس وليمون وسماء نعناع زيت زيتون ملح وفلفل. كل الكلام ده حلو وجميل يا جميل. حلو وجميل يا عم يا جميل. طيب نطلع الحاجات دي الاول عشان الديك الرومي طلب الحلال. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مالك يا عم انت مالك؟ في ايه؟ الناس عايزه تفطر. هو انت ايه مالكش اخوات صايمين؟ باصص على كل حاجه. انا عايز اعرف ان بيبقى انت اهو بالعين دي فيك ادي كمان سبع فوق. احنا مش صايمين هنفطر اهو اهو. يلا بقى. طيب نقطع بقى على كلام المخرج بتاعنا اللي عمال يزق فينا من الصبح ده. ده مش جاي. ما انا ما حلتش حاجه. نظام طمع ما بحبش الطمع. منين؟ منين؟ عارف بقى اعمل ايه بقى في الطماطمه دي يا سي محمد؟ قول لي يا سي محمد انت عملت كحك بسكوت عندكم في ال سمعت ان انت بوظت ال البوتيفور. اسك يعني ولا اكمل؟ كمل. انسك يا عم ابراهيم. صباح الفل يا حبيبي. صباح الخير يا عم ابراهيم. الطب والنظر كله. كل سنه وانت طيب واكلاتك الجميله والحلل بتاع الزمان الجميله الزمن الجميل. اه فين يا عم الايام دي يا عم؟ فين يا عم دلوقتي كله سيراميك واشاني ورخام وتفلون. كل سنه وانت طيب ويعني جعلوا رمضان كريم كده عليك وعلى اولادك يا رب. علينا جميعا يا عم ابراهيم. كل سنه وحضرتك. وحشني وحشني حبيبي. صباح الفل يا عم ابراهيم. كل سنه وحضرتك. صباح الفل عليك وعلى الكاستر كله. هم بيعكسوك ليه؟ عايزين ايه؟ مش فاهم انك انت بتعمل لنا الاكل الجميل. يعني بص اقول لك على حاجه. اه ايه هياخد من ريح من البلاط؟ ولا حاجه. خليهم يتكلموا احنا مالنا. صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. صباح الفل على عم ابراهيم. صباحك فل يا حبيبي. بارك قشطة يا عمي كده هنا. الله اكبر. بس برضه هنعمل الله. شفت بقى الجمال يا سي ابراهيم؟ ايه يا راجل انت ده؟ ايه اللي انت محمره ده؟ طيب كده اهو. انا بس ما افرش الفرشه بتاعته وانا ايمه ننه ننه. طبق فين يا رجاله؟ نعم يا باشا هجيلك يا باشا على عيني يا باشا. لا اله الا الله يا عم. اذكر الله اذكر الله. الواد عندي تعبان قوي وحياه موسى. اختشي يا ابراهيم. صباح الفل على عيوني. كده بنقول عليها برنواز بلغه الطباخين. برنواز يلا شغال. اشمعنى انت يعني؟ يا الو الو ست رضا صباح الخير. صباح الفل يا شيخ. يا صباح الهنا. صباح الفل يا صباح النور. صباح الفل عليك. على هو مش مزعلك انت بس يا سيف المخرج، مزعلنا احنا كمان. كم اوبا. خبطنا في الحلل يا اللي في بالي. شفت يا سيف بقى هو كان مزعلنا بس مزعلك انت بس. يلا بقى نكنس عليه السيدة زينب ونخلص.
لا لا حرام حرام. احنا بنحبه. يلا يا شيخ ربنا يخليك. صباح الهنا على عيونك يا فندم. انت عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله يا فندم، ربنا يكبر بخاطرك، ربنا يكبر بخاطرك. ده ايه الجمال اللي انت عامله ده؟ بس انا ما بحبش الديكور الرومي يا شيخ. عايز ابط انت، انا عارف زي بتاع بورسعيد. ايوه ما بحبوش برضه، باكل حته صغيره كده. عايزه جمبري سمك. ما امبارح قاعدين انا ومصيبه وكانت القعده، انت ما شنقتش امبارح؟ اه جت في اخبار خفيفه. كنا عايزينك تيجي تفطر معانا يا سيف. يا ريت والله. عارفه لو بص، الفار بيقول، القط بيقول للفار خد 1000 جنيه وعدى على شنبي. طب والله فالقط قال الفار قال له مولا حلو بس السكه خطر. سيرتك يا سيف وكانت ناقصاك والله يا حبيبي. ربنا يخليك، ربنا يجعله بالهنا. قلبي يجعل دايم وعامر بيحسكوا دايما. تعيش يا شيف، ده انت تيجي تنورنا والله. لما بالدنيا والاهل والاطفال. والله العظيم هي جاي، هي قاعده منوره بورسعيد كلها يا شيف والله. ربنا يخليها لكم ويخليكم ليها دايما يا رب. يا شيف يخليك يا حبيبي. انا بس ببارك لغدير الكيلاني واقول لها الف مبروك على الامتياز. كل سنه وانتم طيبين، والف مبروك ليكم كلكم. الله يخليك يا حبيبي. صباح الفل على عيون حضرتك. كل سنه وانت طيب. نهارك ابيض يا فندم. كده نطلع بقى الديك رومي عشان ده كافة واستكفى. هوبا كده. عندي بقى بصلاية نفس التقطيع اهو يا باشا. ارميه عشان ترتاح. ارمولك لو عايز. حاضر يا اخويا، حاضر يا معلم. بس بقى عشان انت عارف اللي بالي وبالك دلوقتي ممكن اعمل فيك ايه. ادي حبه برغل. البرغل يا جماعه اوعوا تنقعوه في الميه، اغسلوه وصفوه، اغسلوه وصفوه، اوعوا يتبل في الميه. يقعد كتير في الميه يبقى مشكله. اهو صلاة النبي احسن. شوية بقدونس بقى حلوين وشوية نعناع. الله لا اله الا الله. اهو قلب الطماطم ده هعمل فيه ايه؟ اهو كده خش على النار نقلب دول. يلا دي تسخن كده، وادي دول هنا هم. هلم نفسي بقى كده. هستأذنكم واخد فاصل عشان الم الليله دي كلها وارجع لكم تاني. فاصل وارجع لكم تاني. اقعد غير محطه واطرح في الحته. نعمل الدريسنج بتاعنا بقى. ادي خل، زيت زيتون، ليمون، ملح، فلفل كده اهو. نشيل بقى كل حاجة من هنا. نقلب كله. يعني انا بعمل فيها ايه؟ بحط لها يا واد. طب ماشي
كده والله عرفت الدريسنج. دعولنا دعولنا الله أكبر. ادي الدريسنج بتاعي. مش نافع اللي عاملينه. ما هو مش وجع البطن ولا كبد الطبيخ، كل حاجه ليها مقدار. ما تقولش زود، ازود ليه؟ هم دول بتوعها. ليه بقى عملت الدريسنج كده يا جماعه؟ عشان قبل الفطار نحطه، لان حطيته دلوقتي كلها هتبقى ايه، مش عاطفيه.